عن واقع أسعار الأراضي وتداعيات التضخم على أسعار الأراضي وأيضا على الاقتصاد ككل. نتحدث بالموضوع مع خبير تسويق العقارات الأستاذ محمد الشريف. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، الله يحييك يحييك يا رب. بداية، ما حال أسعار الأراضي حاليا أستاذ محمد؟ إذا ممكن بس تحدد السؤال، تتكلمي عن المملكة العربية السعودية؟ نعم طبعا. أو أنا؟ طبعاً. لا، الأسعار طبيعية وفي متناول الجميع. يعني أنا أتكلم عن عموم الدولة يعني. نعم نعم، أكيد عم تحدث عن المملكة بالفعل. يعني على كل، يقال هناك في تضخم بأسعار الأراضي، شو رأيك بالموضوع أو بشو بترد؟ في سمعنا يعني بعدة، يعني هيك مع عديد من خبراء التسويق العقارات عم بيقولوا أنه في تضخم بأسعار الأراضي، هل هالشي صحيح أم لا من خلال متابعتك وحضرتك موجود على الأرض؟ التضخم موجود في مناطق معينة، في بعض الأجزاء من المدن الرئيسية زي شمال الرياض وأجزاء بسيطة من الشمال الشرقي لمدينة الرياض، في بعض الأجزاء برضو من المنطقة الغربية في جدة فيها تضخم في بعض الأماكن، وطبعا من أسبابها عملية النزع اللي حدثت الفترة اللي فاتت. نعم، شو الأسباب فقط عملية النزع أم في أسباب أخرى؟ بالنسبة لجدة طبعا هي السبب الرئيسي في ارتفاعها في الفترة اللي فاتت. نعم، وغير جدة عندك اطلاع بباقي المناطق؟ عموم مناطق المملكة الأسعار فيما تناول الجميع وأشوف أنها يعني معقولة وطبيعية. نعم، هل إجمالا غلاء الأراضي بيخدم الاقتصاد المحلي برأيك أستاذ محمد؟ إحنا إذا بنختزل الموضوع في مدينة الرياض، نعم فعلا في تضخم في شمال الرياض وفي الشمال الشرقي من مدينة الرياض، طبعا حتى مو جميع المناطق، يعني في الشمال الشرقي أجزاء معينة. نعم، طبعا الغلاء غير مرغوب وأكيد أنه بيكون مؤثر على الاقتصاد. نعم، لكن مع وجود الاستثمارات الأجنبية ومع الوضع التجاري ما راح يأثر كثير على العاصمة. نعم، طيب عندي سؤال لحضرتك، هل من مراقبتك ومتابعتك هل في طلب كثير على الأراضي بهالفترة تحديدا؟ لا، في نعم. نوعا ما ركود، نعم في انخفاض طفيف في بعض الأجزاء من الرياض، إذا بتكلم عن الرياض. نعم، والركود أنا أشوف أنه طبيعي. الفترة اللي فاتت يعني مولود يعني نوعا ما، وهي بسبب الحملات اللي صارت الفترة اللي راحت بخصوص انهيار العقار. نعم نعم، لكن مسألة طيب، مع موضوع حضرتك ذكرت موضوع الركود، هل صار في شوية هبوط بالأسعار أم لا؟ بقيت الأسعار على ما هي عليه؟ إذا حدث هبوط فهو طفيف جدا. نعم لا يذكر. نعم نعم، بدنا أتشكرك لوجودك معنا اليوم، حدثنا عن واقع أسعار الأراضي في المملكة وتداعياتها على الاقتصاد. حضرتك خبير تسويق العقارات الأستاذ محمد الشريف، شكرا لك ونهارك سعيد. يعطيك ألف عافية ويحييك يا رب. أهلا وسهلا.